وتدوي وحقق اقول الراس كلمات اسمع السي مده الصلاحيه شو حنا لاعبين ما بقاوش يقدروا يعطوه في الوداد انا 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 شوف تغيير هشام انا 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 كنقولوا ونعاودها انا 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 ملي تبدا تقول الفكره ديالك تنحترم الفكره ديالك تعرفتيني شكون القصد تنحترم الفكره ديالك حتى هذا الموسم راه شي لاعبين غيمشيو اسمع لي تعرفها انا اللي بغيت هذا الموسم شي لاعبين غيدين يمشيو واخ تفضل عايش انا اللي بغيت نقول لك السي مصطفى هو دابا ما يمكنش لينا حنا نقولوا هذه الهضره هذه علاش بقي لنا خمسه الماتشات بقى لنا البطوله لجي شهربانه بنقطه بقى لنا ميطا في الروتور بقى لنا روتور غادي نلعبوه واليوم غنبداو نبداو نقصيو في اللاعبين انت خصك تمشي بحالك انت خصك تبقى انت ما درتيش لا هذا الوقت دابا هذا الوقت ديال خصنا نجمعوا الجروب هذا الوقت خصنا نوصلوا لهم ميساج على اساس بلي راكم ما لعبتوش مزيان حكم التجربه ديالنا حكم لعبنا ماتشات كبار ودالي على هادشي راك لعبتي كبار الله يرحم لك الوالدين الله يرحم لك الوالدين خلينا نهضر الله يرحم لك الوالدين تا مقابله وحده وخلينا نهضر معاك اصاحبي مقابله وحده غتهضر راه حنا دوم حنا دوم فينا راه هادشي هذا حتى شمن المباراه وحده ياك هادشي كامل دوزنا حنا خايب لا ماشي خايب بلاتي وصلنا خايبين دوم فينا بلاتي نقول لك المهم وصلنا ولكن كيفاش وصلتي ودابا انا دابا 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 انت ملي قلتي الفكره ديالك انا ما حبستش لا باش نزيد لا ما عندك ما تزيد زيد مع الباب انا ما قلت لك والو دابا انت مش تدوي على المردوديه ديال اللاعبين او الاقصاء ديال اللاعبين او اللاعبين اللي ما واجدينش اليوم ما يمكنش ندوي على اللاعبين دابا دابا ما يمكنش ندوي على اللاعبين هذا هو القصد اليوم 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 خصنا نجمعوا